مرحبا وأهلا فيكم. فإذا ظهر الأسد أخيرا بمناسبة عيد المعلم، شفناه بلقائه مع المعلمين وفاجأنا الحقيقة بزيارته لدولة الإمارات يلي تم الإعلان عنها يوم أمس أو ليل يوم أمس الجمعة. رح ناخد يعني الحدثين بالتفصيل والتحليل. أول شيء رح نستعرض الوقائع ورح نبدأ من الزيارة. الحقيقة صحيح هو زار وكانت زيارة مفاجئة لا شك، يعني لأن دائما بالأشهر أو بالسنوات الأخيرة عم بتكون زيارات مفاجئة، بمعنى لا يتم الإعلان عنها هذا أولا، وثانيا كان من المفروض أن يكون يعني وفق التطورات الأخيرة وخاصة اصطفاف سوريا مع روسيا بأن تزيد العزلة على الأسد، ويعني ما كان متوقع أن تتيح له فرصة الخروج من هذه العزلة في زيارة إلى الإمارات مثل ما شفنا. أول شيء خلينا نحكي بالشكل العام للزيارة، لأن كل التفاصيل حقيقة مهمة ولا دلالات. نحن ما لنا من باب يعني مو من باب الشخصنة، ولكن من باب أنه نستنتج ما أهمية هذه الزيارة للنظام السوري ولسوريا، يعني كمان هذا الموضوع مهم. عادة مع الفترة الرئاسية الجديدة وتوحد ينتخب لفترة رئاسية جديدة، في أول زيارة يقوم بها لدولة أخرى تسمى زيارة الدولة، وهذه زيارة الدولة إلى بروتوكول ويعني طقوس خاصة. إذا بدنا ناخذ أقرب زيارة دولة كانت للإمارات هي زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. منشوف الفرق الكبير بين الزيارتين، وطبعا هذا الموضوع نحن مرة تانية لحتى نشوف شو أهمية هالزيارة وشو دلالاتها. زيارة الأسد الحقيقة ما كانت أبدا تشبه زيارة الدولة، ما كان في أي مشاهد لاستقباله الترحيب فيه بشكل رسمي. كان غريب جدا أنه يوصل أول شيء يعني لدبي ويزور ولي العهد محمد بن راشد، ومن ثم يعرج على أبو ظبي ليزور محمد بن زايد، يعني هيك كان الموضوع. وهذا الموضوع يعني الحقيقة ما نضمن أي بروتوكول معمول به، وخاصة من الجانب السوري. يعني حتى أنواع الزيارات الدول رؤساء الدول وقت يزوروا فيها بيكون زيارة دولة مثل ما حكينا، يا بيكون في زيارة رسمية كمان إلى بروتوكول خاص، لازم يوصل للعاصمة، لازم يستعرض حرس الشرف، يكون في بساط أحمر ممدود. حتى الزيارات الخاصة يعني في رئيس دولة رايح مثلا للاستشفاء للطبابة للسياحة، أيضا في بروتوكول لا يرتبط وليس له علاقة بهذا البروتوكول. زيارة الأسد إلى الإمارات بهذا الطابع، يعني باعتبار كانوا بده يكسروا عنه العزلة ويكسروها وبده يعطوه زخم، يعني بأنه يحقق خطوة في مجال السياسة الخارجية، ما بعرف ليش ما قاموا باستقباله بالشكل اللائق كزيارة دولة أو زيارة رسمية يعني على الأقل. هذا الموضوع الحقيقة كان لافت. الموضوع الثاني أنه أيضا يعني الرئيس يلي بيعزز فكرة أنه هو إلى طابع رسمي بس ما استقبله بشكل رسمي، أنه الوفد المرافق له، يعني رئيس رايح وأخذ معه وزير الخارجية وأخذ معه نائب وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون الرئاسة، معناته هذا وفد. عادة وقت بيروحوا وفود بيلتقوا مع وفود نظراء، بيكون في اتفاقيات، بيكون في تفاهمات. أيضا هذا الموضوع ما حدث، وظهر الوفد المرافق للأسد وكأنه إكمالة عدد، يعني ما له أي عمل ولا يعني أصلا يخدم البروتوكول في مثل هذه الزيارات. ربما أنه لحتى ما يبين الأسد تم استدعاءه أو راح لحاله، يعني أنه هو راح مع وفد رسمي سوري لحتى يعطوه صفة رسمية أكثر مع غياب باقي يعني باقي البروتوكول أو ما يجب فعله في مثل هذه الحالات. أيضا مكان استقبال الرئيس مثل ما حكينا، يعني هذا الموضوع حقيقة غير مفهوم وبيقلل كتير من أهمية الزيارة، والحقيقة أيضا بيقلل من أهمية الضيف، يعني كان الأسد ولا غيره. أي رئيس دولة بينزل بدبي بمر على الاستراحة، ما كان مكان رسمي أبدا في المرتين، يعني ما استقبلوه بشكل رسمي بمكان يمثل الدولة، دولة الإمارات استقبلوه يعني شكل شخصي. محمد بن راشد استقبله بالاستراحة، وكذلك مثل ما فهمت محمد بن زايد أيضا في مكان غير رسمي. حتى مكان استقبال محمد بن زايد
كان الحقيقة محرج، وبيظهر المقداد وبقية الوفد قاعدين بالبرد بردانين يعني، وهذا الحقيقة بالهواء في الخارج ما كان لائق برئيس دولة بعد هذه القطيعة مرة تانية إذا بدنا نقارنها بزيارة أردوغان. فبيطلع الفرق شاسع جدا يعني بين الزيارتين، وهذه المقارنة الحقيقة على عكس ما يعني مراد من الزيارة إذا الواحد بده ينظر لها بشكل حقيقي، يعني تبدو هي فيها نوع من الاستخفاف لمقام الرئاسة لدولة مثل سوريا، يعني الاستقبال بهذه الطريقة بعد هذه القطيعة وبعد تجديد مثل ما حكينا ولاية أخرى للرئيس الأسد. هلا على صعيد التغطية الإعلامية الحقيقة نحن بسوريا وصلنا لوضع محزن جدا ومثير للشفقة. يعني سوريا على مدى تاريخ تأسيسها وتاريخ تأسيس المنطقة وتشكيل المنطقة من عام 1920 كان دولة إلى وزنها، وكان يعني المواقع الرسمية فيها إلى هيبتها وإلى يعني وزنها حتى في أو تحديدا بين الدول المحيطة ودول العالم العربي بما تسمى بدول العالم العربي. وهذا الحقيقة امتد حتى لعهد حافظ الأسد. حافظ الأسد رغم كل سيئاته يعني بموضوع يعني نهب وسرقة البلد وتدمير اقتصادها وقمع الحريات إلى آخره اللي ورث بشار الأسد، ولكن بشار الأسد الحقيقة ضاع بهيبة الدولة. يعني تخيلوا أنه نحن سوريا زيارة لرئيس الدولة، أول شيء شفنا شلون هي ظروفها، وتاني يتم الاحتفاء بها وتسميتها على التلفزيون الرسمي بأنه هي عيد. ليش عيد؟ أنه رئيس بشار الأسد راح بهالطريقة يلي حكينا عليها يلي لا تشبه زيارة الرؤساء وتصبح عيد. خلينا نسمع هذا المحلل شو حكى. أستاذ العلاقات الدولية في جامعة دمشق، أهلا ومرحبا بك. تحية لك ولجميع الأخوة العاملين في السورية وجميع الأخوة المشاهدين. ويعني كم نشعر بالغبطة بأنه نعيش أعياد بسوريا، عيد المعلم العربي السوري كرم سيادة الرئيس كيف التقى معهم، وأيضا يأتي عيد الأم، وتأتي هذه الزيارة التاريخية لسيادة الرئيس دكتور بشار الأسد للإمارات العربية المتحدة. إذن بس مباشر ويعني أكثر من ساعتين واحتفاء ومحللين يعني حتى رفعوا الصوت وقالوا انتصار. يعني هذا الموضوع الحقيقة في أيضا خطأ أنا برأيي بالتغطية الإعلامية بإعطاء هذه الزيارة من الجانب السوري كل هذا الوزن، وبينا كأنه مثل واحد عديم وقع بسلة تين. شوفوا الجانب الإماراتي، فيديو 40 ثانية وخبر قصير على وكالة الأنباء الإماراتية ويعطيكم العافية. فهذا الموضوع أيضا يعني بخلينا نشوف موقعنا نحن. يعني نحن صحيح في كثير من السوريين اليوم معارضين للرئيس بشار الأسد وهن في عداوة تامة معهم، ولكن في النهاية هذا موقع الرئاسي بشكل بالمجتمع الدولي وبال يعني بالإقليم، هذا هو الرئيس وهذا هو موقع الرئاسي الذي يتم معاملته بهذه الطريقة. وأيضا يقوم هذا الموقع والرئيس بالاحتفاء والاحتفال بزيارة له إلى الإمارات العربية المتحدة، مع احترامنا طبعا للإمارات العربية ولكل الدول، ولكن لا يعني الموضوع لا يستحق الحقيقة كل هذا الاحتفاء وكل هذه التغطية المباشرة على زيارة لم تتضح أي يعني نتائج حقيقية أو انعكاسات حقيقية ذات قيمة أو فائدة لا للنظام ولا لسوريا. يعني ما شفنا مؤتمر صحفي، ما شفنا تصريحات، ما شفنا اجتماعات للوزراء مع نظراء لحتى والإعلان عن قرارات. هي كانت الحقيقة زيارة شكلية لا أكثر ولا أقل. هلا لا شك أنه الزيارة كانت مفاجئة، يعني هذا ما بيلغي أنه كانت فعلا مفاجئة، ولكن بعتقد أنه كانت مفاجئة للرئيس الأسد نفسه، لأن هو قبل بنهار بلقائه مع المعلمين والمعلمات أطلق تصريحات غير لائقة بحق الأنظمة العربية. خلينا نشوف شو قال. تصبح الأمور مع الوقت ومع الزمن ومع مرور السنين أكثر وضوحا بالنسبة لكل مواطن سوري، وعناصر هذه الحرب تصبح أكثر ظهورا، سواء الغرب الذي يسعى للهيمنة والسيطرة على كل العالم بما فيها سوريا كواحدة من الساحات، مروراً بالإماعات، أنظمة الإماعات سواء كانت عربية أو إقليمية أو كانت غربية في أوروبا. إذن وصفا مرة أخرى بالإماعات بعد ما التصريحات الشهيرة له يعني منذ البدايات وأتقال عليهم أنصاف الرجال، وبتوقع هذا التصريح المتسرع هو سبب بكثير من المشاكل اللي عم نعيشها نحن اليوم. رجع امبارح وصفهم بالإماعات، لو كان هو فعلا عنده خبر أو هو مخطط لهذه الزيارة لما كان أطلق مثل هذا التصريح المستفز.
موضوع آخر يعني لحتى نعرف هاي الزيارة ليش تم، يجب أن نأخذ المشهد الدولي بعين الاعتبار، الصراع الروسي الغربي في أوكرانيا وموقع الإمارات من هذا الصراع. الإمارات أبقت يعني موقفها قريب من روسيا على الأقل ظاهريا، وأبقت القنوات مفتوحة مع روسيا وكثفت نشاطها الدبلوماسي، وكان في زيارة لوزير الخارجية الإماراتي إلى روسيا من يومين، وأشاد لافرو بموقف الإمارات من موضوع أوكرانيا وأيضا من الملف السوري، ودعا الإمارات لأن تلعب دور إيجابي في عودة سوريا إلى المحيط العربي. فأعتقد بأنه حدث تنسيق روسي إماراتي، أو يعني الإمارات ساعدت روسيا بعد أن يعني كانت هذه رغبة روسية لمواجهة التحركات الأمريكية ضد نظام الأسد وبشار الأسد من خلال شهر المحاسبة اللي حكينا عليه أكثر مرة، وهو يعني أطلقته السفارة الأمريكية على مواقع التواصل الاجتماعي في منشورات يومية منذ بداية آذار إلى اليوم بوصف بشار الأسد بالمجرم وارتكب جرائم حرب ضد شعبه، وأيضا بوتين دعم الأسد في هذا وارتكب هو أيضا جرائم ضد المدنيين. طبعا المستهدف هو بوتين، ولكن انحشر بشار الأسد معه في هذه الخانة نتيجة التصاق نظام الأسد بروسيا واتخاذ موقف متقدم يعني في تأييد غزو روسيا لأوكرانيا. فإذا من خلال الموقف الأمريكي فقد نظام الأسد رغم كل ما يعانيه من ضغوط داخلية من خلال تردي الوضع المعيشي وضغوط دولية، لأنه اصطف مع روسيا من دول القلائل وربما الدولة الوحيدة التي اصطفت بهذا الشكل مع روسيا، هذه الضغوط زاد عليها موضوع اتهامات بارتكاب جرائم الحرب. رصيد النظام خاصة في الداخل يعني فقد كثير من رصيده في الداخل، وتحاول روسيا أن تعيد جزء من هذا الرصيد من خلال هذا الاختراق وتحقيق هذه المفاجأة. يعني لازم ننكر أن هي مفاجأة على المستوى السياسي والدبلوماسي بزيارة، لو كان أنه شكل الزيارة ما نلائق برئيس دولة بعد هذا الانقطاع كل الأمور اللي حكيناها هي صحيحة، ولكن في المقابل يعني يجب أن ننتظر لنرى هل هذه الزيارة ستكون مقدمة لخطوات أخرى تعيد للنظام بعض الأوراق أو تعيد العلاقات بين النظام وبعض الدول الأخرى في المنطقة أو على مستوى العالم. الحقيقة أنا لا أعتقد، يعني يجب أن ننتظر، لكن لا أعتقد ذلك. أعتقد بأن الأمور ستقف عند هذا الحد، لأن النظام أساسا ارتباطه بروسيا والتصاقه بروسيا ومثل ما حكيت اتخاذه موقف متقدم خلى هناك يعني أسباب إضافية بالإضافة إلى اتهامه بجرائم الحرب، ويعني الصورة اللي أصبح عليها أمام الرأي العام العالمي بقتل شعبه وارتكاب يعني جرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية، بالإضافة إلى ذلك أنه يقف اليوم مع روسيا التي يعني هي في نظر معظم الرأي العام العالمي هي دولة ترتكب جرائم أيضا في أوكرانيا وتكرر ما فعلته في سوريا في أوكرانيا. فهذا الموضوع بيخلي فرص النظام لبناء علاقات إضافية أو لحتى يتخطى الإمارات ذات العلاقة الوثيقة مع روسيا ضعيفة للغاية برأيي، خاصة إذا راقبنا خطاب الأسد يوم أمس فهو يعني عمل قطيعة، يعني فينا نقول من خلال مراقبة ذكر الغربي أكثر مما كان بحديثه أمام المعلمين والمعلمات، أعتقد بأنه أعلن القطيعة على الغرب بحيث أنه لا يمكن أي قائد أو زعيم غربي أن يبني علاقات على سبيل المثال مع نظام الأسد بعد هذه الأوصاف التي نعت بها الغرب، وهو في حالة يعني ربما نستطيع أن نقول بأنه أعلن حالة الحرب مع روسيا على الغرب. لنستمع ماذا قال الرئيس الأسد بهذا الخصوص. الحقيقة أن العالم منذ سقوط الاتحاد السوفيتي هو عبارة عن غابة، واللصوص هم الغرب تقنيا وعلميا وتنظيميا وإداريا، ولكن لا شك لدينا بأن الغرب السياسي هو غرب منحط أخلاقيا. وبكل الأحوال لازم ننتظر نحن لحتى نشوف إذا هذا التحليل صحيح، هل هو عبارة عن مناورة روسية نكاية في الولايات المتحدة الأمريكية ومساعدة الأسد على استعادة بعض الرصيد الذي خسره من خلال اصطفافه مع روسيا في حربها ضد أوكرانيا. خلال الأيام والأسابيع القادمة بيبين إذا في خطوات إضافية باتجاه
أن يبني النظام الأسد علاقات إضافية مع دول أخرى، أو يتم تعزيز علاقاته مع الإمارات على الأقل أكثر على مستوى أعلى من المستوى الذي شاهدناه، يتم الانفتاح مثلا على السعودية أو غيرها من الدول العربية بذات المستوى. سنراقب هذا الموضوع، في حال لم تتم هذه الخطوات، لم نشهد هذه الخطوات، ستكون هي ضمن إطار المناورة لا أكثر ولا أقل. أيضا كان في ظهور للأسد، يعني ما فينا نقول مفاجئ، ولكن بعد غياب وبعد إلحاح أنه وأين الرئيس الأسد، ظهر الرئيس الأسد، ولكن أيضا ظهوره بحاجة إلى بعض يعني أو إبداء بعض الملاحظات. لم يظهر الأسد الحقيقة منذ فترة كرئيس دولة فاعل، يعني في موقعه التنفيذي صاحب القرارات، هو يظهر بمظهر المنظر الفيلسوف ليشرح ويحلل الأحداث. هذا الموضوع شفناه بظهوره وقت حاضر بالضباط بدورة الأركان اللي صارت بتشرين الأول الماضي، وأيضا اختار أن يظهر أمام مجموعة من المعلمين والمعلمات أيضا يعني منطلق أو منطق أو بصورة المحاضر الذي يعطي التوجيهات ويشرح ويضع المبادئ إلى آخره من الطريقة المعهودة التي أصبحت يعني طابع يطبع حديث الأسد، الذي فيه كثير من يعني كثير من التنظير، حتى يكاد أنه يكون منظر الجمهورية وليس رئيس الجمهورية. تأكيدا على هذا الكلام، كان هو يعني إذا بده يختار أنه كان فيه يظهر باليوم قبله أو ب15 آذار، وقد كان في اجتماع للجبهة الوطنية التقدمية، هو رئيس الجبهة الوطنية التقدمية، وكان لظهوره يعطي معنى آخر غير معنى المحاضر. يعني يبدو هناك من يريد أن يعطينا صورة بأن صلاحية الأسد أصبحت محدودة، لا يظهر في موقع صاحب القرار ويعلن عن خطط وقرارات، هو يشرح الواقع، والحقيقة حديثه يشبه لحد كبير حديث الوزراء والمسؤولين بشرح ما هو معروف وشرح ما هو موجود على أرض الواقع وتحليله. يعني نفس الرسالة اللي وصل لنا المسؤولين أنه هذا الموجود والظروف صعبة وأن المعاناة ستستمر بسبب يعني أوراد عدة أسباب، كورونا ومن ثم اليوم الغزو الروسي الأوكراني إلى آخره. فإذا المناسبة يلي اختار أنه يظهر فيها أيضا ما أنا مناسبة تعطيه هذه القوى التي هو بحاجة لأن يظهر بها اليوم أمام مؤيديه على الأقل، ليستعيد هيبته كرئيس دولة يمسك زمام الأمور ويمسك زمام القرار في سوريا على الصعيد الداخلي والخارجي. هلا لحتى ما نطول بهذا التسجيل كتير باعتبار يعني أجوا مناسبتين مع بعضهم، ولكن الحقيقة أيضا من خلال مراقبتي لحديثه، هلا رجعنا عم نحكي على موضوع لقائه بالمعلمين والمعلمات، الحقيقة يبدو من هذا الحديث وعدت يعني والأحاديث الأخرى أنه سبب كبير باللي وصلنا له نحن بسوريا، وخلينا نقول من 2000 إلى 2011، لأن كان الأسد هو صاحب السلطة المطلقة اليوم، وخاصة مع يعني من 2014 إلى اليوم أو 15 إلى اليوم، يعني أصبحت السلطة ليست بيد الأسد حقيقة كاملة، وهي يعني يوم بعد يوم تسحب الملفات والقرارات من إيده. ولكن من البداية أتوقع أنه المشكلة الأساسية بسوريا أنه من هو على رأس الدولة عنده مفاهيم خاطئة لكل ما يتعلق بإدارة الدولة، يعني عنده مفاهيم خاطئة للدولة والقانون. يعني دائما الأسد يتكلم وعاد وأطال في الشرح بلقائه الأخير يلي كان 44 دقيقة تقريبا، أخذ منه نص ساعة وهو يتكلم عن المواطن وعن المجتمع وكيف يجب أن يكون الإنسان السوري محصن واعي فيلسوف مفكر سوبرمان حتى يستطيع أن يستشعر المؤامرات ويبطلها قبل أن تصل إليه، وألقى اللوم كاملا مرة أخرى. يعني ما بعرف إذا هذا الموضوع فهم خاطئ ولا تنصل من المسؤولية، ألقى اللوم كاملا على السوريين وقسموا لشرائح، شريحة يلي هي يعني خربانة وما بتسوى وخائنة، وفي شريحة لا منيحة ولكن هي كان تقديراتها غلط بالبداية، ما كان عندها الوعي الكافي وهلا يعني عم ترجع على حافة الصواب، وفي الشريحة الجيدة اللي هي ألبع الوطن. فإذا وأيضا يعني ضمن كل هؤلاء أنه هو برأيه، وهذا كان أساس لقائه مع المعلمين، أنه في نقص بالوعي ونقص في تحصين الإنسان السوري ليدافع عن وطنه. طبعا هذا الموضوع بموضوع يعني إدارة الدولة وموضوع الدولة الحديثة ما له أي علاقة بهذا المفهوم، بالمفهوم الحقيقي للدولة. نحن بنعرف كسوريين وصار عندنا خبرة اليوم بعد ما تشردنا بكل أصقاع الأرض، أنه سوري بيروح على بلد بيعيش 3-4 سنين 5 سنين بياخذ جنسية، بيصير مثله مثل مواطن الآخر يلي صلوا مثلا أباء وأجداده موجودين في الأرض، يعني لا في تراث ولا حتى يمكن بيعرف يحكي اللغة تبع
هذه الدولة مثل عالم الخلق، وهو مواطن مثله مثل غيره. أساس الدولة اليوم هي قوة الدولة وقدرتها على تطبيق القانون على الجميع، وأن القانون هو المقدس الوحيد في الدولة. ومثل ما قلنا، كلما كانت الدولة قوية وقادرة على تطبيق القوانين وعدم يعني ومنع المواطنين ومن السكان من خرق هذه القوانين، تصبح الدولة قوية ومستقرة وتنمو هذه الدولة وتزدهر، والعكس صحيح. فإذا مسؤولية الانهيار ليست على المواطن، ولا يمكن أن نراهن على وعي المواطن ومناعة المواطن وقدرته على الوقاية للمواطن، أن يكون سوبرمان ومفكر وفيلسوف. يعني هذا تحديدا يلي أشار إليه الأسد، ما مطلوب من المواطن أنه يكون فيلسوف ولا مفكر ولا سوبرمان، مطلوب منه أنه يحترم القانون ويتقيد بواجباته ويشتغل ويعمل بجد ليعيل أسرته. وطبعا هذا العمل الجماعي آخر شيء يصب في الاقتصاد وينمو اقتصاد الدولة، والدولة هي تتحكم بالموارد والواردات وتوزعها بشكل أو بآخر عادل على الناس. هذا هو مفهوم الدولة الذي في خلل حقيقي بفهم الأسد له، أو في تجاهل، أو في نوع من تنصل المسؤولية، أنه أنا ما لي علاقة يا جماعة والدولة ما لها علاقة، الناس هن المذنبين بما وصلنا إليه اليوم. حتى لاحظت أكثر من مرة أيضا، طبعا هو دائما الرئيس الدكتاتور هو بيكون رأس كل شيء، يعني بتشوفوه بيجمع الشيوخ بيخطف فيهم، بيجمع المعلمين بيخطف فيهم، بيجمع المهندسين بيخطف فيهم، بيجمع الجيش بيخطف فيه ويضع لهم الخطوط والتوجيهات، وكل هذه القطاعات تمضي وتم يعني وتعمل بأمرة الرئيس وبتوجيهات الرئيس. ولكن أيضا يعني هذا مفهوم السياسة، يعني هو يعيب وعاب مرة أخرى أنه الدول الغربية تبني سياساتها على أساس المصلحة. يعني أنا ما بعرف شو في عيب بهالموضوع، أساسا السياسة تبنى على أساس المصلحة. هو يريد أن نبني أسياسي على أساس المبدأ، يعني بمعنى أنه أنا أعطيت كلمة ما برجع عنها، أنه هذا رفيقي ما بتخلى عنه للموت. يعني هذا الموضوع يعني شيء حلو ولكن لا يصلح لإدارة الدول، هذا يصلح في الحارة، أنه واحد يكون عقيد الحارة، يكون زعيم عصابة أطفال بالمدرسة، ولكن على صعيد الدول من الطبيعي ومن اللازم وهذا ما يجب أن يكون، أن تكون سياسات الدولة موجهة لخدمة مصالح الناس ولخدمة مصالح الدولة ذاتها. يعني أين تكون مصلحتها، تتجه الدولة في سياساتها وتبني علاقاتها وتتخذ القرارات لتحقق مصالحها وليس لتحقق المبدأ. المبدأ كلمة مطاطة وما يمكن أن أعتبره، وأنا مبدأ غيري يمكن أن يعتبره ما هو مبدأ بالنسبة له. فهذا الموضوع مطاط، وهذا يعني بيدلنا على نوع من خلينا معلش نسميه نوع من الجهل في أصول إدارة الدولة. وهذا الموضوع أيضا مبرر، لأن أيضا الشخص اللي بيوصل بدون شيء مستحق لرأس الدولة، بدون تعب، بدون قراءة، وتصبح كل السلطات بإيده وكل الناس من حوله عم يقولوا شو ما عمل بيقولوا له ايه وبرافو، فهو ما عاد بيبذل اي جهد لحتى يقرأ حتى كتاب، لحتى يتوسع بمفهوم، لحتى بيوصل لمرحلة انه هو بيعتقد انه هو من يستطيع ان يضع المفاهيم ويغير المفاهيم ويضيف الى العلوم على كل العالم ان ينصت له. يعني وبهذا السياق بنشوف يعني عدة نظريات خلال حديث الأسد الأخير يعني حكاها، رح ناخذ نماذج منها على سبيل المثال. نريد خريج ينتمي للوطن، لا يعتبر أن الوطن هو عبارة عن فندق فيه خدمات معينة جيدة، وعندما تنحدر هذه الخدمات ينتقل لفندق آخر. وعندما نتحدث عن الفندق لا نقصد الجغرافيا، لا نتحدث عن أشخاص سافروا أو هاجروا لأسباب مختلفة، البعض يسافر من أجل العلم، البعض يسافر من أجل العمل، هناك أسباب مختلفة، ولكن الفندق هو المقصود فيه الأشخاص الذين يعيشون في سوريا وقلوبهم عقولهم في الخارج، وهناك أشخاص عاشوا في الخارج بسنوات مختلفة ولكن قلوبهم عقولهم بقيت في سوريا. البعض منهم قام بأعمال كثيرة من أجل مساعدة وطنه وهو في دول مختلفة، البعض منهم وقف على الحيال وكأنه غير معني، والبعض منهم جهد من أجل أن يقنع الغرب بقصف سوريا. فإذا الوطن الفندق ليس المقصود به الجغرافيا، وإنما مقصود فيه الانتماء وكيف وطريقة النظرة لهذا البلد. فإذا هو أين يكون عقل الإنسان مع وطنه؟ ما هو المبرر القانوني أو ما هو المستند القانوني للتدخل الروسي في أوكرانيا؟ يجب أن نعرف بأن القانون
هو ليس ما يكتب وإنما هو ما يطبق. يعني إذا كان في البلد هناك قانون مكتوب ولكن لا يوجد قضاء ولا يوجد قضاة ولا يوجد شرطة، ما قيمة القانون؟ الأمر الأخير، يعني إذا بدنا نحكي أيضا يعني بتحليل خطاب الأسد أو حديث الأسد وأحاديثه السابقة، بتشوفوا أنه وهذا طبيعي، الدكتاتور الذي يمتلك كل السلطات تتضخم الأنا يعني عنده، وهذه الأنا تنعكس لأن الدولة هي الرئيس والرئيس هي الدولة، أيضا تتضخم الدولة في عيونه. يعني يصبح موقع سوريا، عم نحكي على الحالة السورية، ينظر الرئيس لنفسه بأنه نصف إله، وينظر إلى سوريا أن هي قطب من الأقطاب وربما أقوى قطب موجود في العالم، وبالتالي بتشوفوا كل حديثه نحن في سوريا والغرب، نحن في سوريا والولايات المتحدة، يضع سوريا في مواجهة الغرب والولايات المتحدة كقطب وكقوة فاعلة موازنة، وبأن حتى الانكسارات والانتصارات تبدأ من سوريا. يعني هذا الموضوع أنا أؤمن بأنه، يعني أنا أعتقد بأنه يؤمن بهذا الكلام، وهذا طبيعي، ورده إلى تضخم الأنا واختزال الدولة بشخصه، فبالتالي تصبح سوريا في عيونه متضخمة، وهي كما ذكرنا قطب، والقطب الفاعل والأقوى في العالم الذي سوف تتكسر على صخرته كل القوى الأخرى. وبمناسبة أنه ما عاد بيقرأ ولا بيكتب، بقى بيصير حقيقة ما عنده، يعني كان مثلا أنا على مستواي على حجمي أو على أي متحدث، كل ما الواحد شعر بالمسؤولية أكثر كل واحترم الجمهور أكثر، كل ما حضر أكثر للقاء. يعني أما أنا لما بعتبر حالي نصف آلي وكل ما يخرج من فمي هو الحقائق حتى لو كانت وقائع تاريخية، خلينا نشوف مثلا هالتصريحات، بس رح أحط لكم للونا الشبل وبشار الأسد حول موضوع واحد، خلينا نسمعه وبعدين بنحكي. الغرب يأتي مهرولا وليس فقط عائدا إلى روسيا، وهذا ما حصل لو تذكرين معي بالحرب العالمية، كان الجميع يدعم النازية، لكن عندما بدأت روسيا يعني الاقتراب من النصر انقلبوا وأتوا إلى روسيا لمشاركتها هذا النصر. لذلك يعني أحد الأمثلة الهامة في الحرب العالمية الثانية، كان الغرب سعيد جدا بدخول هتلر إلى روسيا، ولا أحد يتحدث عن أكثر من 26 مليون ضحية في روسيا، ولم يكن لديهم أي مشكلة معه، ولم يحاولوا القيام بأي هجوم ضده، وإنما قاموا بذلك عندما بدأ يخسر وفي المراحل النهائية من الحرب العالمية، لكي لا تتمكن روسيا من أن تخطف هذا النصر كما كان يفكر الغرب، فقاموا بإنزال النورماندي. هلا ما بعرف مين نائل من مين، ولكن طبعا هذا الكلام معيب بحق رئيس دولة ومستشارة أنه تغير بالوقائع التاريخية، أنه وقائع تاريخية معروفة، حرب عالمية كبرى، الحرب العالمية الثانية 55 مليون يعني قتيل فيها، ما زلنا نعيش آثارها إلى اليوم، يعني حدث كبير، ما ممكن أنت، يعني ممكن أنت مثلا تكذب موضوع جلسة، موضوع واحد شو قال لك، موضوع شيء بالغرف المغلقة، ولكن حرب عالمية تحاول أن تظهرها بهذا الشكل الساذج. يعني الحرب العالمية بنعرف أنه ألمانيا هي بلشت الحرب وعلى بولندا وقتها، وأعلنت من الطرف الآخر إنجلترا وفرنسا الحرب على ألمانيا، وهذه بداية الحرب. أساسا روسيا ما كان لها علاقة، بالعكس تماما، إذا بتقروا روسيا كانت في اتفاق مع ألمانيا في البداية أول سنتين، وتقاسموا دول أوروبا في غزوا، وحتى روسيا فعلا سيطرت على دول البلطيق، إذا بتقروا أنتوا عن الحرب العالمية وتفاصيلها. ومن ثم ألمانيا انقلبت على روسيا وقامت بغزو روسيا، ووقتها صارت روسيا ضد ألمانيا، ولكن المعركة بشكل عام كانت هي مع أوروبا، يعني بين النازية في ألمانيا، بين هتلر وأوروبا، دول أوروبا، وقامت أوروبا باحتلال كثير من الدول الأوروبية وسيطر عليها قبل أن تدخل روسيا. أيضا موضوع الانتصار في الحرب العالمية الثانية، لا شك روسيا كان لها دور كبير، ولكن أيضا لولا تدخل الأمريكي في الحرب العالمية الثانية والصمود البريطاني والقوة البريطانية في الجانب السياسي والاستخباراتي والعسكري لما انتصرت روسيا. يعني روسيا لحالها كان من المستحيل أنه تنتصر على ألمانيا لولا وجود الحلفاء، ما هن اسمهم دول الحلفاء، وهي حرب بين الحلفاء وألمانيا. هلا اليوم لنرفع من شأن روسيا، ما فينا نكذب بالتاريخ وبحدث مثل الحرب العالمية الثانية،
يعني هذا معيب، وهذا الشيء اللي عم نحكي فيه ربما هو يعرف الحرب العالمية الثانية على هذه الطريقة. وهذا طبعا بيرتبط بالشق الأول من حديثي، أنه الواحد وقت يوصل يعتقد حاله أنه نصف آلهة، ما عاد بيقرأ، ما عاد بيدقق، وما عاد حتى يعني حتى لو كان سمع هذا الكلام، أنا بدي افترض أنه سمعه من بوتين، لازم يفوت يقرأ شوي على ويكيبيديا ويشوف أنه هذا الكلام صحيح ولا لا، لأنه هو مسؤول أمام جمهوره. وهذا الجمهور يعني موضوع الحرب العالمية الثانية حتى طلاب المدارس بتعرف وقعها، وبالتالي كان لا غير لائق بأن كمستشار وكرئيس، يعني ما بعرف هو، لأن هون في نقطة مهمة لازم نحكي فيها، نحن بسوريا ما عندنا هوامش وتباين في التصريحات، يعني هي بتخرج من دائرة ضيقة. اليوم ما بعرف إذا لونا هي عم تقول للرئيس أو الرئيس عم بيقول للونا، وبعدين بتتوزع على يعني المسؤولين والوزراء والمحللين كلهم بيحكوا بنفس الاتجاه. ولكن بعض التدقيق يعني لا يضير لحتى ما نتبهدل بهالطريقة. يعني اخيرا بما يتعلق بالوضع المعيشي، هو التسجيل كان او التحديث كان 44 دقيقة، 40 دقيقة هو كان عبارة عن محاضرة للحاضرين، 4 دقائق عرج فيهم على الوضع الاقتصادي والمعيشي، والحقيقة بنفس المبدأ تبع الحرب العالمية الثانية، ويعني النصائح والنظريات اللي اطلقها، عالج الموضوع ما فهمنا شيء. ولكن إذا الواحد بده يدقق كثير بالكلام، إنه هذا الموجود وإنه الأمور رايحة للأصعب، يعني هي الرسالة اللي وصلنا إياها، ما في شيء جديد، ما في شيء مبشر الحقيقة. موضوع الكهرباء أيضا برر تبرير، الحقيقة أنا شخصيا ما يعني فهمت شيء منه، راح أحط لكم إياه مثل ما هو بلكي أنتوا تفهموا. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء. بذلك ولكن تبقى مشكلة الكهرباء هي العائق الأكبر في وجه المنتجين. طبعا هناك رؤية واضحة للحل في هذا المجال، تحدثنا عن الطاقة الشمسية، وبدأت أول مجموعات تصل في بداية شهر آذار، كان يفترض أن تصل في الشهر العاشر، ولكن الضغط الكبير على شركات الإنتاج والضغط الكبير على وسائل النقل البحرية أدى لتأخير لخمسة أشهر على الأقل، وما وصل هو القليل وليس ما وصل هو القليل الغير قادر على تغيير وضع الكهرباء. ولكن ما أريد أن أقوله بأنها بدأت هذه التجهيزات تصل وبشكل أبطأ وبشكل يعني جدول زمني أطول مما كنا نأمل. الجانب الآخر هي محطات التوليد التقليدية، بعد جهود صعبة تمكننا من إيجاد طرق لتأمين القطع الضرورية للنهوض بعدد من المحطات، وتمكننا من تأمين خبراء لمساعدتنا. بقي جزء من هذه المستلزمات لم يتم تأمينه بعد، ولكن بحسب رأي الخبراء بأن الفارق الكبير سيكون ظاهرا في يعني بعد الخريف تقريبا. المهم أن الأمور تسير بالشكل الصحيح، قد لا نتمكن من السيطرة على كل العوامل باعتبار جزء كبير منها خارجي، ولكن ما أريد أن أقوله بأن كل العقبات لم تمنعنا من أن نحسن الوضع.